وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد. يعني بعد التحية، مصر لا تتأخر عن حفظ أمن وسلامة مواطنيها في أماكن النزاعات والقتال. كيف ترى توجيهات الرئيس السيسي بفتح معبر أرقين وتسهيل عودة المواطنين المصريين من السودان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الحديث عن السودان حديث له شجون، لأن مصر لغاية سنة 56 كانت السودان جزء من مصر، حتى استجابت مصر للإرادة الشعبية للسودان وجرى استفتاء واستقلت السودان عام 56. السودان المصريين وحركة الخروج والدخول ما بين مصر والسودان، ما نقدرش نقول إن المصريين في السودان أو السودان في مصر جاليات، لا، هم شعب واحد في الحقيقة. أما بالنسبة لدور الدولة المصرية في الأزمة الحالية، فالحقيقة هي الدولة قامت الحقيقة بالتزامها وواجبها نحو مواطنيها ورعاياها خارج الحدود الإقليمية في السودان، وإحنا كلنا بنتابع وشايفين الحمد لله في حالة رضا عن أداء الدولة، سواء في عودة العسكريين المصريين اللي كانوا في مهمة التدريب، أو بعض المصريين اللي رغبوا في العودة إلى مصر، لأن أعداد المصريين في السودان الحقيقة أعداد كبيرة، ولكن يعني للراغب فالدولة إحنا بنتابع عن كسب دور الدولة في التسهيل، وهي جهود إحنا نعرف جهود مضنية وصعبة في الاتصال وفي توفير الوسائل الانتقال و فلا يسعنا إلا إحنا نتقدم بالشكر. أنا بصفتي رئيس حزب الوفد للدولة وللرئيس السيسي لهذا المجهود والمتابعة والاستمرار في هذا العمل. يعني كما ذكرت، تقوم مصر دائما بجهود كبيرة متمثل طبعا في أجهزة الدولة لتقديم الدعم والإغاثة للأشقاء السودانيين من منطلق دورها التاريخي في هذا الإطار. كيف ترى أهمية هذا الدور وفي ظل هذه التطورات الأخيرة في السودان؟ هو هذا الدور هو التزام قانوني وسياسي على الدولة أولا، يعني هذا دور بتقوم به الدولة لأن هذا هو دورها وهي تقوم به الحقيقة، وإحنا بنتابع ومستمرة، لأن ما زالت الحالة ساخنة في السودان، وما زالت في طبعا هناك طبعا من الأجهزة، فشيء طبيعي إن إحنا المصريين اللي هنا في مصر بيتابعوا بالنسبه للمصريين اللي هم في السودان. وطبعا نهب الدوله ان هي توفر زي ما هي انتقال المصريين، يعني تلبيه احتياجات السودانيين في هذه المرحله الصعبه، لان ده دورنا ايضا، الاحتياجات الاوليه والاحتياجات الغذاء او احتياجات صحيه، واحنا متاكدين ان الدوله بتقوم بهذا فعلا، لان السودانيين يعني علاقتنا بالسودان وربطنا بينهم النيل والحدود، وكان قبل الاستقلال جزء من مصر. بالفعل فهي بحكم الجيرة الجغرافية، يعني نشهد بالفعل احترافية كبيرة من أجهزة الدولة لتأمين استعادة أبناء مصر من الخارج أثناء الأزمات. شكرا لك الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.